متابعي قناة أقرت، حلقة جديدة من برنامج وين نحن عم نكون فيها بكنيسة اللاتين لحتى نحضر الريسيتال وافتتاح الكرمس تحضيرا لعيد الميلاد. حلقة جديدة من برنامج وين نحن بلشت، خلوكم معنا. ميلاد مجيد لأب فادي عزام. ميلاد مجيد عليكم وعلى بلدنا سوريا بالصحة والخير والبركة. ينعاد عليك بالخير يا رب. يا رب تسلموا، شكرا لكم وللتلفزيون. اليوم عن تحضيرات كنيسة اللاتين لعيد الميلاد. تحضيرات العيد زي ما شفتوا بدينا من أسبوعين ثلاثة بتزيين الكنيسة، الدير، بالأشغال اللي عملوها أولادنا بالتعليم المسيحي، بعائلات مريم، شباب مريم، الرهبان الثالثة، قلب يسوع، كلهم اشتغلوا وتعبوا، وأولاد المخيم الصيفي حتى يحضروا لهذا اليوم. بحب أتشكرهم جميعا. نتمنى الخير لبلدنا بالرغم من الصعوبات اللي عمالنا نعيشها، الصعوبات الاقتصادية، شح الموارد، ولكن منقول يا رب أنت معنا. طالما إذا الله معنا فمن علينا، فمنقول هالطفل المغارة عمانوئيل الله معنا، هو أملنا ورجانا بهذا البلد، ونحن صامدين وباقيين بنعمة ربنا، ومنصلي من أجل قائد الوطن ومن أجل كل العاملين لخير هذا الوطن فعلا، أنه يزدهر ويصير أفضل وأفضل. أبونا، كان في قبل افتتاح الكرمس كان في ريسيتال وترانيم، نحكي شوي عن ترانيم الميلاد، عن الموسيقى تبعت الميلاد. هالسنة كمان كانت مختلفة، كان عندنا راهب من هولندا ورتل تراتيل باللغة اللاتينية أو غريغوريان شان، والتراتيل كمان اللي رتلوها الجوقة عندنا، جوقة كنيسة قلب يسوع، أبدعوا فيها، كانوا باللغة الإنجليزية، بالفرنسي وبالعربي. ترانيم ميلادية، ترانيم صلاة مع تأملات، حتى شوي شوي ندخل بجو الميلاد ونتحضر روحيا لميلاد يسوع في حياتنا. بالكنيسة شفنا المغارة وشفنا شجرة الميلاد، نحكي شوي عن رمزية المغارة، عن رمزية شجرة الميلاد. المغارة هي تقليد فرنسيسكاني من قبل 800 سنة مع القديس فرنسيس، هو أراد أنه يكون يحتفل بالميلاد، فجسد أشخاص المغارة. من وقتها الكنيسة والعالم أجمع بعمل المغارة، هي رمز العيد، لأنه العيد هو ميلاد يسوع المسيح. الشجرة الخير، العطاء، اللي نتأمل بها الشجرة دائما مثل الإنسان، بالرغم من الفصول والتحديات بتضلها شجرة الميلاد خضراء دائما، هي بالأصل شجرة الصنوبر. فمنقول يا رب إن شاء الله كل أيامنا تكون خير وصحة وبركة، حتى بأيام الشدة والمرض منقول يا رب أنت معنا دائما. زينة الميلاد، نحكي شوي عن زينة الميلاد، احنا بنشوف النجمة مثلا، الألوان، نحكي عن الألوان وزينة الميلاد والنجمة. النجمة هي النجمة اللي كانت علامة للمجوس بميلاد يسوع، وهي دلتهم وين، في مغارة بيت لحم، في وين ولد يسوع، ودلتهم حتى يوصلوا للميلاد. الزينة هي نحن منزين هالشجرة بالأعمال المنيحة بنعملها، بالخير اللي بنعمله لكل إنسان محتاج، هاي هي زينة الميلاد. هللويا هللويا هللويا.
أنا اسمي بول اسطنبولية، مسؤول كورال بكنيسة اللاتين، عضو نقابة فنانين، وعبقدم هالشي اللي عندي مشان أول شي مشان يعني هالناس كلها تنبسط وتفرح، وشغلة تانية مشاني أنا لأنه أنا بحب هالشي. يعني شوي عن الريسيتال، هو مجموعة من التراتيل الميلادية بتذكر العالم بعيد الميلاد بقدوم الطفل يسوع، وبتحضرهم لاستقبال الأعياد بسلام إن شاء الله يا رب يعم السلام أول شيء على بلدنا بعدين على العالم، وهيدا الشيء هذا أمنية كل واحد مننا. كنا شايفين في تجهيزات في مغارة وفي شجرة، هيدي ابتهاجات يعني هيدي الشغلات اللي بتخلينا دائما نحس إنه يعني نزرع البهجة والفرحة بقلب الجميع من الأطفال للكبار، يعني كلياتنا بحاجة لهالشيء، يعني داخلنا كله بحاجة لهالبذرة السلام هي نكبرها نسقيها، لأنه السلام بينطلق من النفس، إذا الواحد نفسه كان فيها سلام بيقدر بيعطي للآخر، أما فاقد الشيء لا يعطيه. احكي بس عن تراتيل اللي تم إدلاءها، تراتيل والأغاني والموسيقى الخاصة بالميلاد. هلا بكل البلاد إلى كل بلد إلى يعني خصوصية معينة، بس نحن بناخذ بما إنه الكنيسة تاعتنا تعتبر لاتينية يعني تابعة للغرب أكثر، فنحن عندنا طابع لاتيني، يعني طقس اللاتيني عندنا فيه تراتيل إلى علاقة باللغة يعني اللغة اللاتينية، بالإضافة لأنه ترجمت أكثر من التراتيل ترجمت إلى العربية، وقلنا منها اليوم بالعربية مع اللغات البقية، لأنه كل لحن بينعطى بينحط برمزية الميلاد، فكل بلد بتاخذ حد كلمات بلغتها عليه، وهذا الشيء هو اللي بيخلي هيك يعني التنوع موجود بهالريسيتال. ميلاد مجيد على الجميع ان شاء الله بالخير، يعطيك الف عافيه والمحبه والسلام. نحكي شوي عن الكرمس، اليوم افتتاح الكرمس بكنيسه اللاتين، شو يعني كرمس؟ الكرمس هو تسميه لتجمع عاده بزمن المجيء، عندنا قبل حدث الميلاد في شيء اسمه زمن المجيء، هالفتره هيدي بيعملوا فيها كرمس تجتمع فيها الحقيقه الرعيه، رعيه الكنائس بشكل عام، والناس من خارج الكنيسة بيجوا ناس كتير، بيصير نوع من المشاركة، هذا هو الكرمكس، هو نوع من الاحتفال بمشاركة أشخاص من كل يعني من كل رعايا البلد، من كل البلد بيجي بيجتمعوا، والهدف الأساسي الحقيقة يعني هذه حقيقة اللي أنا عم أقوله إنه تجتمع القلوب. ميلاد مجيد علينا وعليكم يا رب. تعرف عليكي؟ صيدلانية نتالي نحال، شبيبة كنيسة اللاتين قلب يسوع الأقدس اللاتئية. نحن هون اليوم بافتتاح الكرمس، اليوم الأول طبعاً، هيدا التعب والأشياء اللي عم تشوفوها بالكرمس هي كلها شغل الشبيبة، وحتى الأطفال مشاركين فيها وعائلات يعني من الصغير للكبير مشارك فيها، وبالنهاية هو رعوي يعني للغاية منه عمل خيري. الكرمس هو طقس سنوي بمناسبة الميلاد، أكيد كل سنة في كرمس بنعمله، بس بيختلف الموضوع اللي عم يحكي عنه الميلاد سنة. علينا وعليكم يا رب. كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير. تعرف عليكي؟ أنا جيسيكا اسطنبولية، عضوة بكورال كنيسة اللاتين اللي قدم الريسيتال.
افتتحنا كرمسنا الخيري برسيتال صغير وهلأ رح يستمر الكرمس 3 أيام للأحد. شو أجواء الكرمس؟ في ألعاب، في طاولة أكل، في زينة بأسعار رمزية مشان العالم اللي ما قادرة تشتري زينة من السوق تشتري من هون، وكل هالرعي بيرجع للكنيسة ولمساعدة الفقراء. أمنياتك بالميلاد؟ أمنياتي السلام طبعاً لإلنا ولبلدنا ولقلوبنا أهم شيء. وانت بألف خير. ألف خير إن شاء الله على سوريا وعلى الجميع. عم اليوم نحن بكنيسة اللاتين عم نحضر افتتاح الكرمس. أكيد بس ما عم بسمع الصوت مزبوط. نحن اليوم بكنيسة اللاتين عم نحضر افتتاح الكرمس. أكيد اليوم فرحة إن شاء الله هيك بتعم على الجميع، على الأطفال وعلى الكبار، وإن شاء الله هيك بتعم الفرح على كل أهل سوريا. انبسطنا بوجود الجميع وبهالفعاليات الحلوة، أكيد بوجود الأب فادي اللي لم هالرعية الحلوة ولمنا كلياتنا لنحضر هالفرحة. يمكن وجودنا كلنا مع بعض وبجنب بعض بيغير جو بالرغم من الحزن الزعل، يمكن بس وجودنا كلنا مع بعض بيغير جو. أكيد نحن شعب بيلبق لنا الفرح. ميلاد مجيد. ميرسي. كل عام وانتو بخير. وانتو بخير يا رب. شو عم نعمل اليوم بكنيسة اللاتين؟ اليوم عم نحتفل بالكرمس قبل عيد الميلاد، بنحتفل كلياتنا العيال كلهم طائفة وغير الطائفة ومن اخواننا لكل الطوائف، اهلا وسهلا فيكم. كل عام وانت بخير. ميرسي حبيبة قلبي. شو رسالتك بالميلاد؟ رسالتي المحبة والسلام لسوريا، نرجع مثل ما كنا وأحسن إن شاء الله يا رب. نتمنى لكم الفرح للجميع. وإحنا كمان مرحبا. ميلاد مجيد. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، وعلى وطننا سوريا يرجع لنا بلدنا سوريا مثل ما كانت وأحسن وأحسن بكثير، ونجتمع ونرجع عائلاتنا الحلوة المحبة بهالبلد الطيبة كانت. الله يرجع يديم المحبة والسلام لبلدنا سوريا، وكل عام وانتم بخير. طبعا هيدا اليوم أول يوم افتتاح الكرمس. مسائل أول يوم هيدا. شو أجواء الكرمس؟ أجواء الكرمس بيجمع العائلات اللي لهم زمان ما اجتمعوا تحضير لعيد الميلاد، بيشوفوا بعضهم بيعيدوا بعضهم قبل الميلاد كمان، إنه جايين يحتفلوا بعيد السيد المسيح. أكيد رح نتابع جولتنا بكنيسة اللاتين بافتتاح هيدا الكرمس. كل عام وانت بخير. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد. أمنياتك بالميلاد؟ عم السلام والمحبة. نحن اليوم بافتتاح الكرمس كان في ريسيتال. ايه. شو عملنا اليوم؟ والله عم نهتم بأمور العيد، تعرف المناسبة. في عنا كتير اشياء بنعملها، وان شاء الله السنة الجديدة تكون فيها محبة وسلام للكل. احكي عن طقوس العيد شوي. هلا طقوس العيد يعني بتبلش من عيد البربارة، بعيد الميلاد، عيد راس السنة وورا بعض، كل شيء له شيء. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ميلاد. ميرسي لك. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. ميلاد مجيد. تسلمي. وانت ينعاد عليك. على الجميع ان شاء الله نشوفك عروس حلوه. تسلم يا رب. الله يخليك. وانا حاضره ولا لا؟ اكيد وانت حاضره اعزمك. تسلمي خلي لي اياكي يا رب. شو عم نعمل اليوم بكنيسه اللاتين؟ والله احلى فرحه للشعب كلته، يعني ما له واحد اثنين، كلياتنا مبسوطين وفرحانين. شو ما عملوا كنيسه اللاتين حلوه، وانتن احلى. كل عام وانت بألف خير. وانت بخير يا رب. الله يحميكن يا رب. تسلمي يا رب. كل عام
انت بخير؟ سعيد عيد العام وانت بخير. ميرسي. شايفينك مشتريه منزينه الميلاد. اي والله من الكرمس. كل عام وانت بخير. ميرسي وتضلي بخير. عن اليوم افتتاح الكرمس شو عملنا اليوم؟ رحنا حضرنا الريسيتال وطفينا على الكرمس والاولاد عم تلعب برا. حلو الواحد يجي على الكرمس. اكيد اجواء العيد حلوه. بتبقى فرق اجواء العيد حلوه بالجمعه كله حلو. ايه حلو الكرمس وجمعة العالم كثير. ما خلينا كرمس يعطب علينا. كل الكنائس. بكل عملتوا جولة على كل الكنائس. حلو ينعاد على الجميع بالخير يا رب. لكن بكل الكنائس نفس الطقوس نفس الكرمس هو نفسه عم بيكون أشغال يدوية. أشغال يدوية وفي بوفيه وكله حلو. كل عام وانتم بخير. سي ضلوا بخير. أمنياتكم بالميلاد. يا عم السلام أهم شيء يا رب. كل عام وانتم بخير عليكم. ميرسي. ميلاد مجيد علينا وعلى الجميع. ينعاد عليك بالخير. شكرا. احنا اليوم وين؟ بكنيسة اللاتين اللاذقية. شو عم نعمل؟ عم نحضر نحن هلا بزمن المجيء، عم نحضر لمجيء السيد المسيح. شو دورك كان اليوم؟ اليوم انا كنت عم اعزف، كنا عاملين ريسيتال من وحي الميلاد وزمن المجيء. كنت عم اعزف مع كورال الكنيسة، كنا عاملين مجموعة تراتيل. حبينا نشارك فيها الناس لحتى نشاركهم نحن فرحتنا بالعيد. شو أمنياتك بالميلاد؟ بتمنى الخير بشكل أساسي، بتمنى راحة البال لجميع الناس. كل عام وانت بخير. انت بخير. ميلاد مجيد. شكرا. خلي المياكون ميلاد مجيد وكل سنة يا رب. شو أمنياتك بالميلاد؟ أمنياتك بالميلاد؟ بتمنى يخلي لي أولادي وسوريا بالسلامة، وأولادي وأحفادي وأفرح فيها أحفادي ويسعد لي إياهم يا رب، وأنت والعزابي وكل في سوريا. الله يخلي لنا اياكي. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. وانت بألف ألف. خلي لك عيلتك يا رب ويخلي لنا اياكي. الله يسلمك ويخليكم يا رب. صوت الفرح مسموع من الحب الدنيا والناس سهرانين. ميلاد مجيد. اهلين. صحة وهنا. اهلين ميرسي. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. شوف وين نحن هلا؟ هلا طبعا بكنيستنا كنيسة اللاتين اللي بتجمع الكل. باليوم افتتاح الكرمس. ايه طبعا طبعا. وكل عام وانتم بألف خير وجويو نويل، والله يديم الافراح للبلد. ميلاد مجيد. ميرسي علينا وعليكم. شايفينك ماسك الكاميرا، دورك اكيد تصوير. نعم، فريق ميديا كنيسة اللاتين انا. كل عام وانت بخير. ميرسي وانت بألف. شو عملت انت اليوم؟ نحن صراحه صرنا تقريبا شي اسبوع عم نحضر لهالفستيفال الكبير. يعني الطقس ما خدمنا شوي، بس نفس الوقت يعني شايفه الاعداد كثير كبيره جايه حابه تشارك. ويعني كنا عم نشتغل على يعني مقسمين الشبيبه نحن كذا قسم، كل واحد كان عم بيشتغل شيء، اذا عملتوا دوره بتفهموا كل شيء كنا نحن عم نعمله. مشاركة بهيك فعاليات؟ يعني بالنسبة لي هي شيء كثير مهم، لأنه أول شيء بتخليني أتعرف على عالم جداد، وبنفس الوقت العالم اللي أنا بعرفهم من زمان تقوى علاقتنا مع بعض، نقدر نعمل أشياء حلوة، نبتكر أشياء لحتى ما بس نطور الكنيسة، نقدر نطور البلد كمان لقدام. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. ميرسي. ينعاد عليك.
مرحبا. ميلاد مجيد. شكرا. شو هالثياب الحلوين؟ ورجيني يا الفستان. ورجيني يا شو حلو لابسه ميلاد ولابسه احمر. من جاب لك هذول الثياب الحلوين؟ بابا. انت بتحبي ولا هذا؟ انت شو عملتي اليوم بالكنيسه؟ صلينا ولعبنا. شو لعبتي؟ لعبنا العاب عن الميلاد. لليوم ببرنامج وين احنا شفنا تحضيرات الكنيسة 30 لعيد الميلاد. اكيد انا برجع اشوفكم بحلقة جديدة من برنامج وين احنا. باي باي.